هذه الليلة بإذن الله ستنخفض درجات الحرارة مقارنة بالليالي الماضية، وتعود الأجواء اللطيفة خلال بداية الليل والباردة نسبيا خلال ساعات الليل المتأخر وخلال ساعات فترة السحور بإذن الله. أما نهارا تواصل درجات الحرارة انخفاضها قليلا، تكون تستمر أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت بالعام، لكن تكون أقل حرارة من الأيام الماضية. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور تكون الأجواء غالبا صافية 14 درجة مئوية، الملموسة 14، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية شرقية، وبالتالي السحور في الخارج سيكون بشكل عام جيد. التوقعات الجوية اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية، انخفاضات على درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية لكن تبقى أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. إربد 25 إلى 11، عجلون 23 إلى 12، جرش 27 إلى 16، أما المفرق 27 إلى 14 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 28 إلى 15، بلقاء 24 إلى 13، العاصمة عمان 24 إلى 13، أيضا مأدبة 25 إلى 14، والبحر الميت 30 إلى 21 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الجنوبية الكرك 25 إلى 15، الطفيلة 24 إلى 14، الشوبك 22 إلى 13، ومعان فرصة لزخات رعدية من الأمطار 31 إلى 18، والعقبة فرصة لأمطار خفيفة مع ساعات ما بعد الظهيرة 33 إلى 20 درجة مئوية. بالتالي هناك حالة ضعيفة ومحدودة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المنطقة الجنوبية والشرقية أيضا. الأزرق 33 إلى 17، الرويشد 35 إلى 18، والصفاوي 35 إلى 17 مع فرصة لزخات رعدية من الأمطار بشكل يومي خلال ساعات الظهيرة والعصر. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.